ما حكم عملية الغمازات أو وضع الغمازات بشكل عام؟ أهلا وسهلا بكم أعزائي وحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا بإذن الله سبحانه وتعالى توضيح هل حقا يجوز إجراء عملية من أجل الغمازات أو وضع الغمازات؟ هل هو حرام أم لا؟ أعزائي، لا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لعمل غمازات على خديها، وعلة التحريم أن تلك العملية تعتبر تغييرا لخلق الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولأمرناهن فليغيرن خلق الله. وأما إن كانت تلك الغمازات تظهر في مكان غائر من الخدين فهذا أصل من خلق الله والإنسان، فلا بأس بظهوره. أما رسم الغمازات بدون عملية على الخدين فهو محرم أيضا،